النهارده بتنورني وبتشرفني بشاف التلفزيون الحياه ومنوره المغرب النجمه الجميله الهام شاهين. ما مشيتش في حته في المغرب وانا ما يقولوا لي الهام موجوده سلمنا عليها. مدام الهام كل المغاربه بيسلموا عليكي وبيحبوكي جدا، وانا ببلغهم كلهم سلامي وبحبهم جدا 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 وبشكرهم بجد على مشاعرهم الحلوه وعلى استقبالهم الرائع اللي استقبلوني بيه. حافظين اعمالك كلها، واول يوم الافتتاح لسه بتفتح العربيه بتنزل لقينا كل الجمهور بينادي الهام الهام. ومدام الهام راحت سايبه حتى ريد كاربت، راحت لفت على الجمهور سلمت عليهم. ما انا قالوا لي لا خش على ريد كاربت بالظبط. قلت لهم لا ما اقدرش اسيب الناس، لانه عارفه كان حاله كده يعني حاله فيها مشاعر جميله، فكان لازم اروح لحد عنده. طب انا لازم بقى اعزمك النهارده عشاء مغربي ارجوك كده. انا بحبه حب، بما اننا في المغرب وهو فيري هيلثي بصراحه. لا الشاي رائع، ده في الدنيا برد، الناس مش عارفين احنا قاعدين في برد فظيع. الشتاء جه فجاه النهارده. مدام الهام نجاح طبعا يوم للستات من 2016 لغايه دلوقتي، يعني الفيلم بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب اهو بيلف مهرجانات بياخد جوائز ويتعرض هنا في ساحه الفناء، الناس كلها متشوقه لاعمال النجمه الهام شاهين وبيحبوكي. وكمان الفيلم ده كنت طالعه بروحي، يعني المخرج المنتج والممثل وكانت لسه حتى كامله ابو ذكري بتقول لي يعني مدام الهام اتشجعت للفيلم ده جدا 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 وقالت يلا انا هدخل وهنتجه ويلا بينا نعمله. شوفي الفيلم ده بالنسبة لي حالة خاصة على كل المستويات. أولا هو الفيلم رقم 100 في حياتي، وأنا بالنسبة لي عارفة وإحنا صغيرين لما يقولون بتحلمي بإيه، نفسك في إيه، نفسي أعمل 100 فيلم بجد. عارفة ده أنا عملت احتفالية بمئويتي بمئويتي بالسينما. عارفة زي ما حد في عيد ميلاده يقول عقبال 100 سنة، بس أنت مش متوقعة أن هم يبقوا 100 يا. فانا لما عملت الفيلم رقم 100 حتى بقيت اقول ايه الله ده اتحقق اللي انا كان نفسي فيه، طب انا هعمل ايه بعد كده يعني. فعارفه هو حاله خاصه، حاله خاصه كمان في انه في 10 نجوم ونجمات من كل الاجيال من اكبر نجوم مصر، كل نجم فيهم يعمل فيلم لوحده. انا مش عامله فيلم لإلهام شاهين، انا عامله فيلم للسينما المصريه والعربيه. الفنانه الوحيده اللي لما انتجت ما عملتش فيلم لنفسها. لا ولا على بالي ولا يفرق معايا، انا تحمست للفيلم في حد ذاته، حتى ما كانش فارق معايا انا اعمل دور فيه او لا، او اعمل اي دور فيهم يعني. في وقت كامله فكرت ان انا اعمل دور ليلى اللي هو اللي عملته نيلي كريم، وبعدين في وقت تاني قالت لي لا انت تعملي دور شماية، قلت لها اوكي اي دور يعني. مش فارق معايا، انا مش بعمل الفيلم عشان دور، انا بعمل الفيلم إيمانا مني برسالة هذا الفيلم وبقيمة هذا الفيلم. ولذلك هو لف العالم، الفيلم خد 21 جايزة حتى الآن يعني. فالفيلم رسالته جميلة يعني، فيلم بيدعو إلى الحب، إلى التسامح، إلى الخروج للحياة، للشمس وللهوى، للجمال يعني، يدعو للجمال. فيلم فيه إنسانيات عالية جدا، بيعبر عن ناس كتير، ومش في مصر بس، في اي مكان في العالم في ناس بسطاء. عشان كده هم بيفهموه، عشان كده الفيلم ما بيروح اي مكان. هو فيلم انساني يعني، لما اجي اصنفه اقول فيلم انساني عن الانسانيه عموما، الناس البسطاء في اي مكان. هو فيلم مش عشان اسمه يوم للستات انها قضايا تخص الستات فقط، ولكن ايضا في قضايا للرجال مهمه جدا. حياتك قلت لي انا كان نفسي اعمل 100 فيلم. نفسك في ايه تاني في الفن ما عملتيهوش؟ احنا عارفين طبعا تاريخ كبير وعملتي اعمال كتيره قوي. نفسي في حاجات يمكن دلوقتي مش ما عنديش امل قوي في تحقيقها، لكن لان النوعيه اللي انا عايزاها اصلا ما بنعملهاش خلاص، الفيلم التاريخي يعني. الفيلم انا كان نفسي زمان، من زمان قوي من وانا صغيره كنت بجري ورا مشروع، وكنت عرضته على الله يرحمه الاستاذ يوسف شاهين، فيلم عن ملكه حتشبسوت كأول امرأة تحكم في العالم كانت امرأة مصرية. يعني دلوقتي يقول لك المرأة المصرية وصلت بقت وزيرة، تفتكري ممكن تبقى رئيسة وزراء؟ لا، المرأة المصرية كانت حاكمة، هي أول امرأة تحكم في العالم يا جماعة. الملكة حتشبسوت أول امرأة تحكم مش في مصر، في الدنيا. فإحنا عندنا تاريخ حافل حقيقة، وتاريخنا الفرعوني تاريخ مليء بالموضوعات المهمة جدا. يعني مش قادر أقولك مثلا أنا غيرت قد إيه لما لقيت في هوليوود في أمريكا بيقدموا فيلم عن كيلوباترا، وإحنا لحد الآن ما عملناش فيلم فرعوني. يعني فيلم عن التاريخ الفرعوني اللي إحنا بنتباهى بيه قدام العالم، والسياح بيقولنا من كل الدنيا عشان يشوفوا هذا التاريخ والأثار العظيمة، وإن مصر فيها تلت أثار العالم، ولحد الآن ما قدمناش فيلم عن هذا التاريخ الفرعوني.
انا شايفه ان يعني ده كان شيء ناقصنا، لكن ما الحقيقه ما عنديش امل، لانه طبعا الافلام التاريخيه بتتكلف تكلفه كبيره قوي قوي، ويمكن يعني الظروف الاقتصاديه مش هتسمح دلوقتي. انا كان عندي احلام قصي بالفيلم ده انه يترجم ويتعرض في كل العالم ويسافر للدنيا، بس هذا الحلم خلاص